أحبائي مجدداً. فيديو اليوم هيكون عن آخر أخبار مسلسل قطاع الطرق لن يحكمه العالم. فقد تم الإعلان رسمياً عن انتهاء الأزمة بين مسلسل قطاع الطرق لن يحكمه العالم وقناة ATV، وسوف يبدأ تصوير الموسم السابع من المسلسل مع نهاية هذا الشهر، أي في نهاية هذا الأسبوع. ومع بداية التحضيرات للموسم الجديد كان هناك العديد من الانضمامات الجديدة، من الممثل القدير أغرو يوغال والممثل ليفاند أولجال اللذان انضم إلى قصة المسلسل في الموسم الجديد. وحسب الخبر الذي نشرته الصحفية بيرسين، إن المنتج والكاتب راجي ششماز الذي انفصل قبل عامين عن المسلسل قد عاد مجددا، حيث ذكرت إنه هو وطاقمه من اتفقوا مع الممثل القدير أغرو يوغال. عن التسريبات التي ظهرت في الفترة الأخيرة حول انفصال النجم أوزان، فقد تحدث أوزان في آخر ظهور له عن تسريبات انفصاله بأن هذه الأمور تعود للمنتج والقناة وهو لا يعلم شيئا أبدا وبنسبة كبيرة سيستمر. Ozan Bey, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmanızın 7. sezonu merakla bekleniyor. Yeni karakterler gelecek. Bize biraz bilgi verir misiniz? Biz de merakla bekliyoruz. Bakalım neler olacak? Biz 6 kere daha sordunuz, 6 kere daha söyledim. Cevabı çok basit. Ne olacağını bilmiyorum. Umuyorum ki çok güzel bir şey çıkacak her sezon olduğu gibi. Çok fazla detaya sahip değilim. Ama yine hani bundan önce 5 sezon ne kadar heyecanlıysanız 7. sezonda da bir o kadar heyecanlı olacaksınız. Tamam, sezon başında başlamadan önce oynamayacağınız konuşuldu. Böyle haberler çıktı. Nereden çıktı? Yani tabii hani haberlere çok fazla itibar etmemek lazım. Bakalım neler olacak biz de göreceğiz. Ben de bilmiyorum çünkü yapımcılarımız ve kanalın bilgisi dahilinde olan şeyler bunlar. Büyük ihtimalle devam edeceğim gibi görünüyor ama bakalım hayat bu yani ne olacağı belli olmaz. Peki çok teşekkür ederim. يذكر أن النجم أوزان قد ظهر في إعلان قناة ATV للموسم الجديد، وهذا يدل على استمراره في المسلسل. في الموسم السابع من مسلسل قطاع الطرق لن يحكم العالم، هل سيتم القبض على الهارب ألبا أصلاً؟ في انتظار معرفة ذلك في الموسم السابع من قطاع الطرق قريباً. فيديو اليوم، شكرا على المتابعة، في انتظار آرائكم في التعليقات.